هل يجوز لمدرب كرة قدم يعمل تصريح كما يعمله مدرب الترجي الرياضي التونسي؟ والله كي اخوها من الكوتي سيكوريتي مي كوتي فير بلاي مي لو فوتبول معناها تقارب مقبوله. اما كي تجي من طرف سامحني في الكلمه ان اترونجي يقولها لك توجعك، لكن حقيقه مره حقيقه صحيحه موجوده. هو ينا با بارلي دو فوتبول، ينا با بارلي دو ماتش، قال الشيء اللي صار غير مقبول، وكان ناخذوه في النطاق نتاعو اللي قلت لك عليه نقبلوه. اما وقت اللي انا معنا يكمل التدخل نتاعو والديكلاراسيون نتاعو ابري ماتش مبنيه الا على اللي صار، لدرجه معناها قال انا ما نجمش نعيش ومانيش حاضر باش قال كلام حتى السيد رياض بن نور حنخرج نمشي على روحي. جوستومون شفت هنا وين وين وصل. هذه ممكن ما يسمعش تتقال على خاطر طول هذا اللي شفناه راهو مش احنا معاه، هو واقع على الريه وجعنا برشا، ولكن هل يجوز لمدرب كرة قدم يقول الكلمة هذه؟ واقع على الريه هذا هو الفرق. لكن راهو سادة راهو على مستوى العالم تلقاه فهم موجود. لا موجود موجود، هو ما يقبلوش من منطلق الاشياء اللي قلت لك عليها مقبول. اما وقت اللي لانه يعني كي تشبه الاحداث قال عشت في الحرب الاوكرانيه، وكان يشبه بالاحداث حرب اوكرانيا باحداث ملعب راتس او احداث غزه ان شاء الله رب مع ربي مع خيانه في فلسطين، وكانه اللي شاهدوا حرب. هذا الكلام ممكن اللي يقلق برشا التوانسه التشبيهات او اللي قدمها ميغيل كاردوس يقلقوا عن سياقه، يقلقوا تخرجوا عن سياقه صحيح.